أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، رؤساء البلديات والمخاتير قدس الأب العام السامي الاحترام الرهبني أنطونية، الرؤساء العامين السابقين، أباء المدبرين، الأباء الأفاضل، الإخوة الراهبات والإخوة الرهبان والكهنة، أصحاب المقامات الدينية والسياسية والاجتماعية وجميع الفعاليات الحاضرة معنا، حضرة كهنة الرعية المحترمين، أيها الحفل الكريم يلي بتحبه كتير أبونا ألبير، ما بننسى سيدنا كمان عطا الله إلنا أصحاب السيادة من ضمنه. نعم، الله يخلينا إياكم. في إحدى الأيام كنت مع رفاقي في كنيسة مار يوسف في الطالبية الأنطونية القديمة نعزف على الأرمونيوم ونغني وننشد التراتيل، وكنا بعد صغاراً في العمر. وبعد مضي وقت على الإشاء التفتنا وراءنا فوجدنا شاباً وسيماً أنيقاً بثيابه الرهبانية حدثنا وشجعنا على المثابرة والمضي في هذا المضمار، وعزف لنا بعض المعزوفات ورنم لنا بصوته الدافئ من مزامير بولس الأشقر الأنطوني ومن ترانيمه، وشجعنا ببسمته الناعمة المعهودة على الغناء معه في جوقته. فأعجبت كثيرا بموهبته ومهد لي الطريق مع رفاقي لندخل إلى عالم الترنيم. ومن وقته ابتدأت وابتدأت رحلتي مع هذا الأب المفضال ألبير شرفان الأنطوني، والذي باسمه مجتمعون اليوم في هذا الاحتفال المهيب في ضيعته، في قريته، بلدته ومدينته، وفي كل هذه المنطقة التي تدين إليه. قبل كتابة كلمات هذه سألت نفسي، هل تسعني السطور للتعبير عن حزني الشديد لرحيل أو لتغييب أو فقدان رجل قدير بقدرات وحجم هذا الأب العظيم بحبه؟ هل سأفيه حقه؟ بالطبع لن تكفي الأسطر ولا تلك الكلمات، لكنها محاولة ولو بائسة لكنها جميلة. وأنا أكتب مرت أمام عيني عدة أعمال لا تنسى وتراتيل أديناها ببراعة معه في الإذاعات وعلى الشاشات وفي الكنائس، وبكل تواضع وبروح الرسالة والشهادة للمسيح الذي أحب وذلك الشغف لديه كنت تراه بين عينيه، وأثبت أنه موهبة مرينة قوية وأيقونة أخرى للموسيقى. لم أنس ملقاك الجميل وابتسامتك الدائمة يا أب ألبير، واستقبالك للجوقة بعد كل تمرين أو احتفال. بالرغم من كل التعب والحرب والصعوبات كنت تدعينا على الصالون الأزرق، على صالون الدير بالمعهد، ونلتقى ونجتمع، لأنه كنت تقلنا أنه الكورال أو الجوقة منا بس الترتيل، هي كمان مساحة تيلتقى الإنسان بخيو الإنسان ويرتل ويحب ويغني ويفرح، وكان اللقاء مهم جدا. ولا أنسى كتب المزامير أو الأسطوانات التي كنت تهدينا إياها لنعيش حياتنا في تمجيد الله الذي ضمئت إليه نفسك. أبتي وصديقي ورفيقي ومرشدي، إن الحروف وحدها تحكي الحروف وتغني الأصوات، فليلك هارب من حنجرتي وصباحك يسكن قلبي، وحيدا أرتفع على شجرة واعدة لأرى دوما بهاء وجهك. أبتي وقت الحرب كان من كان يهم بالعودة إلى الوطن لقضاء الإجازة يرمي في مستوعبات العودة الصحف والمجلات والكتب التي لا يستطيعون حملها معهم، كانوا يرمونها هكذا ببساطة. أما أنت فكنت تجمع
كل ما توفر لك وتوافر لك من تلك الأوراق وتعود بها ركضا إلى البيت تكدسها، وهناك تحت السنديانة، سنديانة مار أنطونيوس، تعرفت إلى أفضل إدمان أصبت به على الإطلاق، وتمرنت على أفضل موهبة، أفضل قدرة، أفضل ما تعلمته في الحياة، ألا وهو التلحين. والسكر من النغمة والتفكير، والتفكير مع القراءة، والحياة مع القراءة، والموت أيضا لتنبعث من رماد أفكارك النغمات المبشرة بالحياة والسلام، والمنشدة دوما المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. أهلا وسهلا فيكم بهالأمسية من جديد. منذكر بس أنه تأليف الأغاني كلها أو الكومبوزيسيون هي لأبونا ألبير شرفين، توزيع لبروفيسور فؤاد فاضل يلي حاضر معنا، كلمات التراتيل عم تتلج لإلي أبي خليل محافظ الألقاب، نشيد البشارة لموريس عواد الشاعر الكبير، الله معك يا مريم لموريس عواد، بهالليلة بتسكر بالنور إلي أبي خليل، عم يمشوا موريس عواد، انطرتك يسوع إلي أبو خليل، يسوع الطفل جورج غريب، هالأطفال البدرطين موريس عواد، وإليك يسوع جورج غريب. أما الإنشاد فهو لجوقات المدرسة الأنطونية حصرون، المعهد الأنطوني الحدد، جوقة المدرسة الموسيقية أنطلياس، جوقة الناشئين في رعية مار يوسف حارة البطن، جوقة مدرسة السيدة للأباء الأنطونيين الميناء الممثلة بكريستا أو كريستيا عبد الله في إداء منفرد، لله معك يا مريم والأطفال البدة تطير. نشكر كل الحضور. إنشاد منفرد أيضا لبول ليبا، فريد مسكيني، كريستيا عبد الله كما ذكرنا، الموسيقيين مايك سمعاني بيانو، ماريو ناكوزي فيولون، إيريو سليمان فلوت رافيرسيير، أنتوني مرقص أنون، كريستوف أنطون جيتار، جاد سأر بيركوسيون، جوفاني هاشم كان بده يجي ما إجا على الترومبيت، كما وأنه الإدارة والإشراف العام لأبونا رواد كعدي مشكور على كل أتعبه وكل حضوره. إن شاء الله إن شاء الله ما أكون نسيت حدا بالتقديم، عذروني، وإن شاء الله تكون أمسية ممتعة وما بننسى الرؤساء العامين السابقين كمان. لقاؤنا الليلة أيها الإخوة الأحباء، والفرح يجتاح الكون والفضاء، هو لقاء الكنيسة جسد المسيح السري على الأرض وفي السماء، إنما هو لقاء تأمل وصمت داخلي وشكران نقبل من خلاله كما عذراء الناصرة سر التجسد بإيمان وتواضع، وهكذا نعيش الفرح وسر الخلاص. فلنرنم فرحين، ما أجمل أن نلتقي معا عند طفل المغارة ونأخذ دروسا في التواضع والفقر. كم كان فرح سليمة ورحيلة كبيراً يوم 22 من شهر كانون الثاني عام 1935، حيث في تلك الليلة العاصفة أبصر طفل النور ودعي اسمه ألبير. قضى الفتى ألبير طفولة هادئة في ربوع بلدته الحدد، وفي عام 1945 قصد ابن العشر سنوات دير مار أشعيا للرهبانية الأنطونية المارونية ليحقق دعوته السماوية في خدمة الرب يسوع والكنيسة. دير مار أشعيا
بل قل أورشليم السماوية معبد عابق بطيب البخور وصلوات القديسين. تعلم فيه ألبار الصلاة والتراتيل، إذ كان الخورس أول معلم له، وأمامه سكب ذاته وقدمها لربه، فسمع منه ألحانا خلدتها ريشته الموسيقية في إطار ذي رونق وترتيب مدهشين يشهدان على موهبة هذا الرجل وعبقريته. بعد سنتي الابتداء توشح ألبار بالإسكيم الملائكي عام 1951 لتبدأ رحلته الطويلة مع الله والفن المقدس. تابع الأخ ألبار دروسه اللاهوتية في جامعة القديس أنسلموس في روما، ثم دروسه العليا في الموسيقى وبخاصة الموسيقى الكنسية. وفي مقابلة أجراها معه الأب ميخائيل معوض الأنطوني يكشف الأب شرفان بادئ الأمر: أود أن أقول بأن عملي مع الجوقات ابتدأ على قراية دير مار أشعيا سنة 1946. منها ولدت في قلبي وقلوبنا جميعا هذه الشعلة. وكان للأب بولس الأشقر رائد القرن العشرين تأثير كبير علي لأني عايشته لبضع سنوات. الأب بولس الأشقر الأنطوني رائد النهضة الموسيقية في القرن العشرين، معلم الأجيال والرحابنة. رشف ألبار من هذا البحر المديد منذ نعومة أظافره. وبعد رحيل الأب الأشقر أخذ ألبار على عاتقه تبني رسالته وإكمالها على أفضل ما يكون، فأعاد نشر كتاب المزامير من ألحانه، وراح يوزعها على عدة أصوات ويقدمها بحلل مشيبة تليق بها. أبونا ألبار رائد نهضة موسيقية جديدة أثمرت جهودا وأزهرت جوقة بعد جوقة في أرجاء الوطن والرهبانية، وعطرت الأثير بالأنغام المقدسة وملأت الفضاء تسبيحا للذي خلق الوجود بأسره. وكان للأطفال حصة كبيرة في جوقات الأب شرفان ومؤلفاته التي خصص الكثير منها لهم. فجاءت كلماتها بسيطة منمقة في قالب موسيقي بريء يغزو القلوب دون استئذان. وفي شهادة له يدون: سنة 1952 ابتدأت بتعليم الجوقات، وفي روما قمت ببعض الدروس الخاصة التي لم تكن مسهلة كثيرا على أيامنا. ثم أكملت دروسي في المعهد الموسيقي على يد الأستاذ توفيق سكر في بيروت، ووصلت إلى ما أنا عليه الآن. إني أعتبر عملي في هذا الحقل عاطفة جميل للرهبانية الأم، ومكافأة من الرب على أمانته سيما كاهنا على مذابح الرهبانية الأنطونية المارونية في 8 نيسان سنة 1962، متخذا له الشعار التالي: كاهنا وذبيحة أردتني يا رب، شريكا في كهنوتك
متحدا بتقدمتك. أيها الآب القدوس، اقبل باسم يسوع ذبيحة التكفير هذه نشيد حب وشكران وصلاة لأجل الذين أحبهم فيك. لم يقتصر نشاط الأب ألبير على الحقل الموسيقي وحسب، بل عني بجمعية كشافة الاستقلال وتولى منصب المرشد العام فيها، باذلا نفسه لكي يبني أجيالا تليق بالوطن. كما خدم عدة مناصب في الرهبانية، منها مدير الإخوة الدارسين في دير مار أنطونيوس بعبدة، مدير فئة الكبار والوسط في المعهد الأنطوني، رئيس دير مار جرجس عوكر ودير مار يوحنا عجلتون. وفي عهد رئاسته على دير مار جرجس عوكر وقع انفجار في الدير صباح الثلاثاء في 12 من تشرين الثاني سنة 1985، ونجا منه الأب ألبير الذي كان يلحن ترتيلة بعنوان المجد لك يا سيدي لمار أفرام. فانقطع عن تلحينها وبقيت مبتورة لتشهد على ذلك الحادث الأليم. تسلم قبيل اختفائه رئاسة دير مار يوحنا القلعة بيت مره، وبدأ بمشروع تسجيل مزامير الأب الأشقر بكاملها وفق ما طلبه منه الأبات الياس عطلة الرئيس العام يوم ذاك. ورغم اشتداد وطأة المعارك والمخاطر التي كانت محدقة بدير مار يوحنا، أبى الأبوان ألبير شرفان وستيمان أبي خليل مغادرة الدير، فكان مصيرهما المحتوم تقدمة النفس ذبيحة ومحرقة في سبيل المسيح والرهبانية الأم. بعيد اجتياح الجيش السوري للمنطقة في 13 تشرين الأول 1990، خطف الأبوان ألبير وستيمان من الدير وغيبا في الجسد قصرا، لكن ذكرهما وأثارهما لا تغيب أبدا. ولقد حاولت الرهبانية الأنطونية على مدار السنوات أن تتقفى آثار الأبوين شرفان وأبي خليل سعيا لفك أسرهما، لكن دون جدوى. باتي بولس تنوري كان رئيس عام بذاك الوقت، بيكتب رسالة لقداسة البابا بيقول له عم بكتب لك إياها ودموعي عم تنزل، لأنه اللي حدث بدير القلعة هيدا شيء نحن جاهلين ومش عارفين شو فيه. أخبار وروايات كثيرة سردت عن مصير الأبوين، وفي العام 2000 قال مدعي عام التمييز السابق القاضي عدنان عضوم إن الأبوين شرفان وأبو خليل قتلا ودفنا في مقبرة وزارة الدفاع، مقولة نفتها الوقائع. حتى إنه واحد من الإخوان السوريين اللي كانوا هون بيخبر بدير القلعة بعد 3-4 أيام إنه حكينا مع الأباء وعملنا شربنا معهم كاس وتغدينا إحنا وياهم وإلى آخره وإلى آخره. هالسر هيدا فعلا كان ممنوع إنه ينحكى، ممنوع إنه يجاب سيرة هالأباء وين صاروا. أهلهم يصرخوا من ميل ونحن نصرخ من ميل والناشد من كل الميلات حتى نعرف يعني شيء بسيط أمل. يعني عمي الشهادة نحن عنا المسيحيين الشهادة هي شريفة، نحن ما منشوه لسمعتها وما منشوه وما منتاجر فيها للشهادة. رئيسنا العام السابق المطران سمعان عطلة لما كان ينزل لعند الرئيس الحريري الله يرحمه ويطالبوا بهالموضوع اللي روحيتك هالموضوع حدا ما تفتح لي اياه. وكي عمي ليه؟ نحن ما بننساه ابدا، عايش معنا، ترانيمه معنا، تراتيله، كل الناس بتذكره بترتله الحانه، ما بيعرفوا انه الحانه. اخر ترتيله رتلها بصوته للاب بولس الاشقر بيقول فيها الى متى يا رب تستمر على نسياني. نتامل انه ما ينسوه، وبنقول له انه ما حدا نسي وبنحبه كثير وناطرين.
ويبقى إيماننا أن الظلم والحقد لن يقويا على الرجاء المسيحي الذي يسكن قلب راهب جليل قضى عمره بالمسيح يتأمل سر الفداء كالقبس الذي يزداد إشعاعا كلما ازداد الليل ظلاما. فكنت مشعالا نقتضي به ونستنير منه كلما اهتز المصباح، واليوم نستذكرك أكثر من أي وقت مضى، لأننا نؤمن أن العباقرة لا يرحلون، وإن كان رحيلهم قصرا فهم يصنعون الغد وليس أي غد. غدك هو ما صنعته يداك، ونحن فخورون بأن تستمر ألحانك وموسيقاك لأنها تحيي الروح والنفس وتزيدهما تألقا. إنها نفحات سكينة وأخوة تجمعت على ذكر من أحبها. أتوا اليوم كعائلة ليشكروا ويتذكروا مع الرهبنة والأحبة ذاك الذي ناضل وسلك دروب الإيمان متغلبا على المصاعب والشدائد في كل مجال. كلمة عائلة الأب شرفان تلقيها السيدة تراز شرفان براكس المحترمة، تفضل. ليلي ما بدنا نبكي، ليلي جايين تنفرح، لأنه عمو ألبير كان كله فرح لما يحل بمطرح كل الدنيا تفرح، والكلمة صار جسدا وحل فينا. ليلة عيد الفرح، فرح يسوع الطفل يلي جاي لعنا تيولد بقلب كل واحد منا. الليلة جينا كلنا تنقل له أهلا وسهلا فيك يا كل الدنيا، بقلوبنا الصغيرة المتواضعة اللي ناطرتك بشوق. كيف رح نقل له ليسوع أهلا وسهلا فيك؟ بأحلى تراتيل وألحان كتب أبونا ألبير شرفين الأنطوني الحدثي، يلي حب يسوع لدرجة إنه وهبه نفسه وألحانه وحياته لآخر لحظة وتكي. نحن هلأ ما منعرف وين أبونا ألبير، بس منعرف إنه ترك لنا أحلى ذكرى، أحلى ذكرى منه لإلنا وللأجيال الجاية. ترك لنا أكتر شي كان يحبه، ألحانه. أبونا ألبير كلنا اشتقنا لك، أهلك، عائلتك، رهبنتك، ولاد ضيعتك وتلاميذك وكل اللي عرفوك وحبوك. بس الليلة وبيناتنا معنا هون في عالم بيحبوك وما عرفوك إلا من ألحانك، ألحانك السماوية الرائعة اللي بتمجد الخالق. كان جده سليم الله يرحمه بيو لابونا ألبير، تعرفوا شو كان يقول بيو لابونا ألبير؟ كان يقول أحلى جملة بالكون هي كلمة واحدة، أحلى كلمة هي يسوع. شو حلو هالاسم اللي بيقطر عسل وحنان وحب. الليلة ما بدنا نبكي لما نتذكر بونا ألبير يلي راح لبعيد وما عاد رجع. الليلة بدنا نفرح معه ونقول له ليسوع إنه ناطرينه بفرح، الفرح اللي زرعه بونا ألبير بكل المطارح اللي كان ينوي.